مرحبا أصدقائي، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في إي سيجارس أونلي. عندنا سيجارة ميكو من شركة سموك، بدنا نتعلم سوا كيف نجدد البود الخاص بهذه السيجارة. مثل ما أنتم شايفين هذا البود هو بمقاومة 1 أوم، هذا الريجولر اللي هو الكويل أو البود العادي. طبعا طريقة فتح الكويل، أول شيء بدنا نحف من هون شوي من هون شوي عشان نقدر نطلع او نفتح الكويل بهذا الشكل. طبعا ننتبه كويس، نكون حذرين باستخدام المشرط او السكينة او اي اداة حادة بالشغل اللي بنشتغله. ما انتم شايفين بهذا الشكل. فكنا مثل ما تشوفون هاي الجهة، بعدين الجهة المقابلة، وهيك بيطلع لنا الغطاء هذا كامل. الجهة المقابل لسه ماسك شوي. هيك أصدقائي طلع الغطاء. هلا لاحظ هذا القطع من الضيع، انتبه لها منيح. نجيب مفك أسهل بيكون العملية، هذا الشكل ندخل المفك ونسحب هذه القطعة، ولكن شوي بدناش نخرب الكويل. تمام مثل ما انتم شايفين، نسحب هيك طلعنا الكويل. هلا الكويل راح نرجع نظبطه، فما في اي مشكلة. تمام اصدقائي، بنلاحظ انه شركة سموك نفس قطع القطن اللي بتستخدمها في كل الأجهزة تبعتها والكويلات نفسها، نفس الأنواع. هي هذه الأنواع اللي يصعب فعلا إن الواحد يلاقيها في السوق أو تجديدها حتى. تمام هيك أصدقائي، إذا بتلاحظوا بالداخل في كمان قطن بين الحديدتين هذول، في هي قطنة مبينة، وهذا القطن اللي بيغلف الكويل مباشرة. هلا أصدقائي مثل ما بتلاحظوا بعد ما شلنا احنا القطن تحت، هذا هو الكويل، هذه قطعة مطاط بأسفله عشان تثبته. شوف احنا لما نعمل هيك المسافة تقريبا كانت لهون لعند الفتح،
هلا بنشوف كيف بدنا نلف كل هذا القطع. أصدقائي الكويل الأول، شوف البن هذا طلعناه، برجيكم كيف طلع البن الثاني. الكويل ستقص من هذه النقطة، ندزه لتحت لأسفل، بس انتبه انه ما يضيع. شايفين كيف يطلع؟ مباشر. هلا راح نعيد تصميم الكويل. الكويل في هذا البود كان بيعطي مقاومة 1 أوم. احنا راح نغير تركيبة الكويل من الداخل. انا مش راح استخدم نفس القطن، والقطن بيتحمل 1 أوم اللي كان عليها، ولكن القطن اللي احنا راح نستعمله ما راح يتحمل معنا 1 أوم. عشان هيك راح نشتغل على سلك ثاني. تمام، السلك اللي استخدمناه اللي هو سلك نيكروم 80 جيج 32، لفيناه 5 لفات على قطر 1.5. تمام، 5 لفات على قطر 1.5. هلا نحرقه شوي. ساخن. تمام، هيك السلك صار عنا. بعد شوي رجلين. هيك عنا الكويل اموره تقريبا جاهزة. هلا نستخدم قطن الشرحات. داخل كمية قطن ما بدي اياها تكون كثير كبيرة. تمام هيك حبايبي، بنقصر قطنه شوي. وهيك ان الكويل اموره جاهزة. تمام، هلا النقطة اللي بعد هيك بدنا نركب الكويل مكانه. رجل من هون رجل من هون مثل ما انتم شايفين. او قبل هيك عشان ما تغلبنا هذه الجلدة، لانه ركبنا احنا القطن، نركب هذه الجلدة. بعدين نطلع رجلين الكويل من هون. تمام، هلا هذه البنات نركبها، بس ما بدنا نشد عشان نقدر نسحب الكويل اذا احتجنا نسحبه. هيك المسافة كويسة هي.
تمام هيك معنا. هيك المسافة تمام، نكبس البنات منيح، نتأكد انهم قاعدوا مكانهم هيك تمام. نقص الرجلين هيك، يعني الكول جاهز، تأكد انه رجليه مش ملمسين البلاستيك اللي على الجنب. هيك الأمور إن شاء الله تمام. هلا هذا القطن ممكن نحتاج نرجع نقصر منه شوي، هذا بيعتمد على المسافة أو المساحة اللي موجودة بالداخل، نقصر منه شوي. أسحبه من جهة، انتبه ما أخرب الكوين. قصه نرجع نضبطه. ان شاء الله امور الكويل تمام، ندخله بهذا الشكل هيك بيكون ركب معنا. اسحب نشوفي تمام، السحبة تمام، متأكد من هون انه فيش اي مشاكل، الامور تمام. مكان النفس تمام، المخارج امورها تمام. هيك إن شاء الله الأمور بتكون 100%. هلا بنركب هاي القطعة ونكبس البود. تمام، بس كون البود ما قاعد معي زي ما بدي تمام، سحبت أنا هذه الجلدة، بنركبها في البود مباشرة بعدين ندخل الكويل. طريقة تركيبها سهلة، هي مكانها واضح ومبين. تمام بهذا الشكل، موضوع جدا سهل. ونرجع نركب الكويل مثل ما ركبناه. تمام هيك استغربت، نشوف كبس البود تمام 100%. هلا بنركب هذه القطعة و الغطا هيك تمام. راح اعبي البود، نستنى عليه 10 دقايق ربع ساعة لحتى يتشرب القطن، ونرجع نجرب مع بعض ونشوف كيف كانت النتيجة. تمام اصدقائي، هلا الكويل بعد ما عبيناه شوي، استنينا عليه 10 دقايق، نشوف كيف أداؤه مع بعض. تمام، أول شيء لما ركب الكويل بيعطي المؤشر، معناته أمور الكويل
واصل الكهرباء امور تمام. هلا بنسحب انتم شايفين. امور الكويل تمام. النكهة يعني مش افضل نكهة، مش افضل من ما كانت، ولكن بدرجة خلينا نحكي 80% منيحة مش سيئة. ولكن انا بنصح بتجديد الكويل لانه فعلا غلبته كثير. اللي عنده اي استفسار انا راح اكون سعيد اني اجاوب عليه. بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو، ويعطيكم الف عافية.